الناس تحب تحكي تتدخل باللي إلها ومش إلها، منهم اللي بيألفوا ومنهم اللي بيبالغوا وبيبهروا الأمور، ومنهم اللي بيخترعوا إشياء من راسهم، ومنهم اللي بنجروا وراء كلام الناس. كلام الناس مهم ومؤثر، بس مش بالضرورة أبداً يكون هو الحقيقة ولا هو الصورة الصحيحة للي عم بيحكى عنهم. لا تخلوا كلام الناس يأثر عليكم ولا على حقيقتكم، خليكم مثل ما أنتوا، اللي عجبوا عجبوا واللي ما عجبوا يصطفل. ولا تحكموا على حد من كلام الناس، لأنه الناس تشوف الآخرين بعيونها مش بعيون الحقيقة ولا بعيون صاحبها.